تضامنا مع الأحداث اللي صارت مؤخرا يوم الخميس في قبض دوار هيشري بمنوبة، تضامنا مع زملائنا عملنا وقفة احتجاجية بساعة صباح من 8:30 9:30 جمعة لمدة أسبوع باش نحملوا الشارع حمراء لمدة بقية الأسبوع. تهاجم المواطنين كيفاش، ومعناها المواطن يحب من الباب تدخل أو عاونة تذاكر الأولوية، يحب قبل ما يقتني تذكرة سيرفيس يتقدم له، هذا ماشي معقول. كيفاش معناها عنا تذاكر الأولوية وما يحبش يحترم دوره ويزيد يثير البلبلة ويعطل حتى المواطنين الآخرين على قضاء شؤونهم.